السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ منورين قناة المكتبة، معاكم محمد. والنهاردة ان شاء الله هنعمل ريفيو واستعراض ومراجعة عن السماعة الجديدة الـ FT30. في اول الفيديو ده ايه ده؟ حد عارف ده ايه؟ اللي يعرف يكتب لنا في الكومنتات حاجة تشويقية لما سنعرضه بعد فترة. لو انت عارف ده ايه ابعت لنا في الكومنتات. والنهاردة نعمل مراجعة عن الـ FT30 اللي لسه متوفرة جديد وهتنتشر في الأسواق، فأنا قلت إيه أما أوريكم المنتج عشان تبقوا عارفين الدنيا فيها إيه. يلا بينا نبدأ الفيديو، يلا بينا. الساعة الـ FT30 وهي ساعة لسه جديدة متوفرة الفترة الأخيرة في الأسواق، وهي بصراحة يعني في الفئة السعرية بتاعت الـ 500 و600 و700 هي ساعة كويسة جدا. يعني لو هنقارنها بالـ C200 أو الـ W34 أو الـ T5S أو الـ T500 اللي هم كلهم بيقدموا نفس الأوبشنز اللي بتقدمها، فأنا شايف إن هي جاية بمواصفات أفضل وكواليتي أفضل، لأن هي برضو ساعة أجدد. خلينا نفتح العلبة ونشوف الدنيا فيها إيه. أولا هي هنا بيجي لون الساعة، ده اللون الأسود وخلاص، ده الموديل، ده شكل الساعة. بيجي شوية تعليمات عن الساعة، ان هي فيها مكالمات، فيها رسائل، فيها اشعارات، فيها فيتنس تراكنج، فيها طقس، وبعد كده فيها معدل نبضات القلب. في شوية داتا كويسة عن الساعة زي حجمها، ايه من الحاجات المهمة، وشوية تفاصيل كلها هنقولها عن المنتج لما نفتحه. خلينا نفتح العلبة. بيجي زي غلاف كده بسيط عن بيحمي العلبة، شفاف كده مش عارف ملوش اي لازمة. وبعد كده دي العلبة اللي اول مرة نشوفها متغلفة التغليفة دي في الفئة السعرية دي، شفناها في الكي 8 لكن اول مرة نشوف التغليفة دي في اي ساعة في الفئة السعرية اللي هي 500 و600 و700 جنيه. بعد كده بتيجي باستيك سيليكون عادي جدا زي اللي احنا بنشوفه في اي ساعة في نفس الفئة السعرية. وعندنا في الظهر ادي الشاحن الخاص بالساعة، وبعد كده ادي المانوال او المنيو او الكتالوج الخاص بيها والتعليمات اللي فيها. ادي مكونات الساعة، دي مكوناتها، والشاحن دوت شاحن برضو كويس، كنا شفناه قبل كده في الساعة الدبليو 20، وهو يتميز ان هو بيحكم الساعة كويس وبيخليها ماسكة في قلب السوكت بتاع الشاحن بتاعها، فمن الشواحن واعداد الشواحن الكويسة. بعد كده عندنا الساعة، هنفتحها دلوقتي ونشوف تفاصيلها. وادي الاستيك العادي جدا اللي موجود في كل الساعات اللي في نفس الفئة السعرية، والكتالوج اللي متوفر باللغة الانجليش واللغة الصيني، فمش مهم مش هنتكلم عنه. فيلا بينا نخش جوه الساعة ونشوف الدنيا فيها. طيب دلوقتي هنفتح الساعة وهنشوف الدنيا جواها فيها ايه. فاحنا عندنا الساعة زي ما قلنا قبل كده، اول فيرجن لايه متخلف بالغلاف ده، طبعا في الفئة السعرية شفناها قبل كده في الكي 8 في الفئة السعرية الاكبر. هنشيل الغلاف. تمام، ادي شكل الساعة، ماتيريال برضو مقبولة وكويسة بالنسبة للفئة السعرية اللي من اول 500 لحد 700. عندنا هنا ادي زرار باور وادي زرار الاضافي. نفتح الساعة، يلا تعمل برضو فايبريشن كده. كده هي الساعة اشتغلت. تمام 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 تمام. طبعا الساعة فيها عربي، بس العربي بتاعها مش ظريف حبتين، لكن هتقدر تفهمه وتقدر تشتغل عليه. يعني عندنا هنا الزرار ده اي ضغط عليه بتوديك على طول للمكالمات، يعني لو انت عايز تعمل مكالمه تضغط على الزرار ده على طول كده تروح للمكالمه، ولو ضغطت عليه تاني ترجع من المكالمه. عندنا هنا ده الباور لو تفتح او هتقفل، ولو عايز تشغل الساعه او لو عايز تقفلها. مفيش طبعا الكلام بتاع السكرول ده، مش موجود في الفئه السعريه دي، كنا قلناه في الساعه الكي 8، وهتكون موجوده فوق في الاي لو انت عايز تبص عليها بصه. عندنا كده الواجهه الرئيسيه، وادي الخلفيات اللي عندنا. ادي خلفيه 2 3 4 5 6 خلفيات مختلفين اهو، تقدر تغير ما بينهم. لو احنا نزلنا تحت فهنا بنروح للسيتنج، حاجة زي السيتنج عشان مفيش جوه سيتنج، فانت عندك هنا تقدر تحط وزنك وطولك وعرضك والحاجات ديت. وهنا عندنا البلوتوث والتحكم فيه، وبعد كده عندنا هنا التحكم في الوقت، بنخليه بقى ايه شكل الساعة، وادي عشان لو انت عايز تعدل الوقت براحتك. تمام، نخرج بره. عندنا بعد كده الاوبشن بتاع الحركة، تقلب الساعة او كده عشان تشتغل معاك. في بعد كده عندنا سطوع الشاشه ومهله الشاشه هتطفي بعد قد ايه. بعد كده عندنا شويه معلومات عن الساعه، وادي الموديل بتاعها واسمها وكده. وبعد كده عندنا اللغه، ولو احنا عايزين نعمل اعاده تعيين او ريستارت للساعه. نرجع باك بالشكل ده كده. في لو رحنا يمين بنروح للحركه والمعلومات عن حركتي وخطواتي طول اليوم، لو طلعنا لفوق بنخش على الاعدادات برده السريعه بتاعت لو انت عايز تشغل بلوتوث، عايز تعمل فايند، عايز تخلي الوقت 24 و12 ساعه، عايزين تعمل توفير للطاقه شويه برده، ادي توفير. ادي الاوبشن التاني، الاوبشن التالت بيوفر الساعه خالص، ما بيشغلش منها حاجه. طيب نخرج بره ونخش جوه الساعه نفسها. ادي الساعه، طبعا الساعه هنا
التاتش بتاعها طبعا اسرع شويه من الحاجات اللي احنا شفناها قبل كده، سواء في التب 34 او السي 200 او الدي 5 اس. عندك هنا تاتش سريع نسبيا احسن بكتير من التاتش اللي احنا شفناه قبل كده. عندنا هنا في تسجيل لو انت عايز تسجل، طبعا عشان نكون صراحه الفيتنس تراكنج والحاجات دي كلها بارقام مش حقيقيه زي ما انت شايف منظر بيكون عامل ازاي، عشان برضو تبقى عارف يعني ايه. لما ابدا القياس اهو جير القياس، ادي عندنا اول حاجه الاكسجين في الدم بيقوم رايح جاي على طول 98% بدون اي مجهود. في بعد كده عندنا ادي الضغط اللي انا حاسس ان هو نسبيا بيقيس مش ارقام فيك، فهنسيبها شويه كده نشوف الدنيا. طيب ده مش الطبيعي، الطبيعي ان هي بتدي ارقام فيك على طول. طب نحطها على ايدنا كده، هو ضغط الدم اصلا مش شغال خالص، مش بيقيس يعني فيك ولا مش فيك، ده هو مش شغال خالص، ما بيديش اي ارقام. عندنا هنا الفون بوك هيبان طبعا مع التزامن مع الموبايل. في بعد كده عندنا سجل المكالمات، وادي الكيو ار بتاع البرنامج. عندنا كمان الفايند، وعندنا التحكم في الميوزك، وعندنا تحكم في شكل الساعه. خلينا بقى نقول الحاجات المهمه، مش لازم نقعد ايه نعيد كل حاجه في نفس الساعات. عندنا كمان اداء الحاسبه لو انت عايز تعمل عمليات حسابيه، برده من الحاجات الكويسه الناس بتسال عنها. وعندنا منبه، وعندنا كمان كليندر تمام لو انت عايز تعمل تنبيهات في الكليندر ليك. وعندنا هنا تاكس، واخر حاجه هنتكلم عنها وهي ده المكان اللي بيجي فيه الاشعارات. ادي الكلام اللي جوه الساعه بالظبط. خلينا يلا نوصلها بالموبايل ونشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. هنخش دلوقتي في الجزء الخاص بالسوفت وير وتشغيل الساعه على الموبايل. قبل ما نخش في الجزء ده انا حابب اتكلم عن الموضوع ده باستفاضه شويه، لان مع الريفيوهات اللي احنا بنعملها اتضح لي من كومنتات الناس ان الناس عندها مشكله في طريقه الكونكشن، والموضوع شبه مش مفهوم عند الناس. فخليني اقول لكم ان اي ساعه مكالمات بيكون الساعه دي ليها تو كونكشن، واحد عشان المكالمات والتحكم في الميوزك ومش بيعمل حاجه اكتر من كده، ودوت بياخد بلوتوث الموبايل، يعني ده بيشغل بلوتوث الموبايل، فما ينفعش في الحاله دي تشغل سماعه، تشغل ايربود، انت عايز تشغل ايه على البلوتوث. ففي الحاله دي انت مش هتعرف تشغل اي حاجه غير ساعه الساعه. في كونكشن تاني بيكون السوفت بس، بيربط مع الساعه ربط بسيط كده اللي هو الاشعارات تشتغل، يعمل تزامن مع الساعه، يجي لك تنبيه، الحاجات دي. لما انا اكون عايز اعمل السوفت اللي هو البسيط ده بعمل كونكت مع البرنامج، لما اكون عايز اعمل اللي هو المكالمات بعمل كونكت مع البلوتوث بتاع الموبايل دايركت. طيب هنبدا دلوقتي وناخد الخطوات دي خطوه خطوه عشان نعرف ازاي نوصل الموبايل بطريقه كويسه عشان يجي لك عليه اللي انت محتاجه وتلاقيش الدنيا فيها صعوبه معاك. اول حاجه نزل على الموبايل برنامج اسمه سكان كيو ار، وانا هحط اللينك بتاعه في الديسكريبشن، ولو ما حطيتش اللينك بتاعه فهو اسمه سكان كيو ار. بتنزل البرنامج ده، ده برنامج سهل وبسيط، وهو من احسن البرامج اللي بتمسح الكيو ار عشان ما فيش فيه اعلانات. بتقوم رايح واقف هنا كده وماسح الكيو ار اللي موجود على الكتالوج او على العلبه، وغالبا على الكتالوج افضل، وبيجيب لك على طول اللينك الخاص بالبرنامج، بتعمل موافق، بيوجهك على طول لو البرنامج موجود على المتجر بيوجهك للمتجر، لو مش موجود بيوديك لللينك او الموقع الخاص بالساعه واللي من خلاله تقدر تحمل البرنامج. لو احنا عملنا كده هنقوم رايحين جايين على طول محملين البرنامج، والبرنامج هينزل على الموبايل. وعشان ما نخشش في التفاصيل دي، ادي البرنامج انا منزله عندي اهو، هو ده البرنامج، وانا هحط برده اللينك بتاعه في الديسكربشن. نخش على البرنامج بالشكل ده كده. صراحه البرنامج من البرامج السهله، وطبعا بيدعم اللغه العربيه وبسيط جدا ومفيش فيه كلاكيع، والتحكم فيه سهل وربطه بالساعه بيكون بسيط جدا. طيب بنقوم فاتحين البرنامج بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وهو اول ما هيفتح هيديني اللي هو بيبحث. هنقوم عاملين مختارين الساعه الاف تي 30 زي ما هي موجوده كده، خلاص انت عندك الساعه متصله، وبدا هيعمل تزامن وبيجيب لك كمان البطاريه فيها قد ايه، ومفيش اي حاجه بنقدر نعملها في البرنامج تحكم في الساعه غير اوبشن ان احنا نعمل الشاشه تنور لما نرفع ايدنا ولا لا. وانا في تجربتي ليه ما ظبطتش خالص وما اشتغلتش معايا الاوبشن ده، ما اشتغلش معايا. فممكن يكون بيشتغل مع موبايلات وموبايلات لا، الله اعلم، بس هي معايا ما ظبطتش، وطبعا لازم اقول الكلام ده. البرنامج طبعا بيشتغل باللغه العربيه، وطبعا ده اوبشن كويس جدا. من خلال البرنامج بنقدر نعمل شويه تنبيه، يعني نقدر نعمل منبه بيتضاف على الساعه، ونقدر نعمل مواعيد التذكير بالجلوس، ونعمل اعدادات النوم. ولو انا عايز اعمل خطوات معينه، مثلا عايز اعمل امشي 10,000 خطوه في اليوم، فبنقدر من خلال البرنامج نحدد الهدف، والساعه بتكون بتتابع الهدف ده، ولما بتحققه بتعرفك. مفيش اي حاجه ثانيه مهمه نقدر نقولها من خلال البرنامج ليه علاقه بالساعه غير الحاجات البسيطه دي. فهو ده تحكم البرنامج بالساعه من خلال الموبايل.
شويه. موضوع المكالمات، احنا كده عندنا لما نيجي نبص على البلوتوث هنا كده، البلوتوث مش مشغول كده، احنا مش شغالين البلوتوث كده، الساعه ما نقدرش نعمل منها مكالمه. طب عايزين بقى نعمل المكالمه، هنقوم داخلين على البلوتوث بالشكل ده هنا كده، تمام، وهنعمل بحث عن الساعه. هي اوريدي كانت موجوده عندي قبل كده، هي اسمها اف تي 30 موجوده، بنقوم رايحين عاملين كونكت، وعشان انا رابطها قبل كده هو هيديك شويه اذونات هتوافق عليها. طيب في الحاله دي كده خلاص البلوتوث انشغل كده، خلاص ما عادش ينفع نربط حاجه تانية، كان في الاول ينفع دلوقتي ما عادش ينفع، وبالتالي كده خلاص كل تحكم الساوند والمايك اتنقل الساعه. مثلا لو انا عايز اعمل مكالمه اضغط كده بالشكل ده، نعمل مثلا 8 5 8، ما فيش شبكه في المكان فمش هتكمل، لكن المكالمه هتتعمل. قبل كده ما كانش ينفع المكالمه تتعمل، كده خلاص اهو عمل المكالمه. نقطه مهمه برضو قوي، التزامن بتاع الساعه وتغيير الوقت في الساعه والحاجات دي ما مش هتتم بالاتصال بالبلوتوث بس، هتتم لما تربطها بالبرنامج، عشان في ناس لما بتربطها بالبلوتوث ايه ده الساعه مش وقتها مش مظبوط، الساعه ما اتظبطتش، وهي في الاساس اصلا مش هتعمل تزامن غير من خلال البرنامج مش من خلال البلوتوث الدايركت بتاع الموبايل. لما نيجي نخش على الساعه بقى بالشكل ده، فاحنا هنخش بقى على قائمه الاتصال، فدي معظم الارقام اللي عندك، وانت بتقوم رايح جاي عامل لها تزامن مع الموبايل. في بعد كده برضو الارقام الفائته والمكالمات الفائته الوارده والصادره من على الموبايل. حاجه مهمه برضو عايز اقولها عن الساعه، ان الساعه للاسف الاشعارات ما بتجيش عليها، لكن الاشعارات بتبقى تنبيه بيقول لك ان في اشعار سواء من فيسبوك او من واتساب يعرفك، ولو انت ما لقطتوش او عرفت الاشعار ده جالك منين خلاص مش هتعرف ان انت جالك اشعار ولا لا. حاجات برضو كويسه يعني، حاجات مهمه لازم نوضحها ما دام احنا بنعمل مراجعه، والحمد لله الناس الى حد ما بتثق في راينا، فكان لازم نوضح الحاجات دي. رسائل الموبايل بتظهر على الساعه، ما فيش مشكله فيها، وتقدر تخش تقراها كلها، بس دي رسائل الموبايل اللي على رسائل الموبايل نفسها، لكن مش رسائل واتساب او رسائل فيسبوك. اللغه العربيه موجوده بس اللغه العربيه بالنسبه لي مش حلوه، فانا محول للغه الانجليش. عندنا اداه التحكم في الميوزك، نقدر ان احنا نتحكم في الميوزك من خلال الساعه، مفيش اي مشكله، وتجربتها كانت سهله وبسيطه. مفيش عندي تاني حاجه اقولها عن الساعه دي غير انها يعني ساعه عاديه في الفئه السعريه بتاعت من 500 ل 700 جنيه، في ناس بتبيعها من اول 500 لحد 700. بس طبعا من وجهه نظري انا شايف السوفت بتاعها والتاتش بتاعها افضل من ال W34 والسنتين والتي 5S. الساعه هتمشي بيها الحال لكن ما هياش احسن حاجه، لكن في الفئه السعريه دي انا ممكن اقول لك ان هي كويسه. استنونا في الريفيو الجاي، هيكون معانا ساعه جديده متوفره لسه جديده برضو في ستور المكتبه. في النهايه ما تنسوش تدعمونا بسبسكرايب للقناه، ولو الفيديو عجبك تدينا اللايك الجميل. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. We'll be right back.